ما علاقة مجموعة فاغنر الروسية بما يحدث في السودان؟ في حين اشتعال المعارك في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أثارت تقارير أمريكية الشكوك حول تدخل روسيا في تلك المعارك من خلال مجموعة فاغنر الروسية. تزامنت تلك التقارير مع تسجيل صوتي لبريغوجين قائد فاغنر، أكد فيه استعداده لإرسال مقاتلين من فاغنر للسودان. فما الذي تريده من السودان؟ يرى محللون أن تواجدهم ليس مجانياً وأن لهم مصالح في التنقيب عن الذهب، فالسودان تعتبر من أكبر الدول التي لديها احتياطي من الذهب، ولربما تكون مجموعة فاغنر قد حصلت على امتيازات ورخص لاستغلال تلك المناجم، لكن حقيقة وجودهم من عدمه لم توضح بعد.